مرحبا بي ما جست بيطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. اليوم ضيفتنا جانين عواد اخصائيه التغذيه تنحكي نحن وياها عن الاوميجا 3 وقد ايه مهم انه نتناول منه مع وجود معتقدات خاطئه عن زيت السمك اللي هو بنصح الاولاد بيفتح الشهية عند الكبار وتفاصيل اكثر خلال هالحلقه. هاي جانين كيفنا اليوم؟ خبرينا بنصح زيت السمك ولا لا؟ بلا بنصح مشان هيك الاولاد اللي اخذوا كثير زيت سمك انه صغار على كبر نصحوا. رح نحكي اليوم بالتفصيل قد ايه اهميه هالنوع من الزيوت عند الاطفال عند الكبار حتى عند الكبار بس المسنين مهم حتى عند المراه الحامل. المفهوم يلي بيقول انه الاوميجا 3 او زيت السمك بنصح هو في منه بارت مزبوطه لانه هو بحسن المزاج واذا نحن مزاجنا حلو ناكل احلى. فلكل الاشخاص يلي بيعانوا من ضعف جسدي وبيحسوا حالهم كتير ضعاف نحن كاختصاصية تغذية نلزمهم يتناولوا الأوميجا 3 جسلا نحسن المزاجهم. كل ما علينا من السيروتونين والدوبامين بالدماغ كل ما لقينا انه قبولهم على الأكل زاد الأبيتين فتح أكتر ساعدناهم أكتر انه يحسوا بقوة وبطاقة أكتر. يعني ما رح يعودوا يلغوا الوجبات بس لأنهم معصبين. أوكي فهمت عليك. بس لازم نروح على الاكل معصبين هيك ما بنعود ناكل زيت الكميه ابدا لانه الافيه تبع ستريس رح بيكون بوقت من الاوقات مفيد رح يخلينا ناكل كميه اقل انفو رجعنا جعنا ورقنا رح نحس حالنا عم نلقمش اكثر. اوكي فدايما لازم نلاقي انه الاكل هو بليزير بس بليزير افيك ان كونتيتي كثير كثير مختصره. يعني نعرف قد ايه لازم ناكل هذا دائما بنحكي عنه. اليوم تركيزنا اكثر على قد ايه ممكن يكون في علاجات اذا نحن بنستخدم زيت السمك بطريقه منتظمه على فتره طويله. أوكي. ممكن تتراوح بين 6 اشهر لسنه ممكن تتراوح لخمس سنين. اوكي اول شيء اذا نحكي عن اهميه الاوميجا 3 بجسمنا لكل اللي بيفكروا انه ما له عازه او بس رح ناخده لحتى يفتح القبليه رح يكتشفوا انه في له كثير فوائد. من اول هالفوائد انه هو بخفف كثير من نسبه الضياع وبيزيد من نسبه التركيز. حلو يعني رح نحس انه الاشخاص اللي بيتناولوا اوميجا 3 هن متفوقين وبينت الدراسات انه واحد على 3 اشخاص بيتناول الاوميجا 3 بانتظام يعتبر متفوق قدر يتفوق بشغله بحياته بكل شيء لانه نسبه التركيز تبعه رح تكون اقوى بكثير. اوكي من تاني فوائد والاهم هو قد ايه ممكن يكون هالاداء الفكري. يعني انا هلا عم نحن بالحلقه قد ايه ممكن انت تعطي طاقه من جسمك باستخدامك للاوميجا 3 رح بتكون دوبل وتريبل رح تكون اضعاف اذا انت بتتناول الاوميجا 3 لانه رح بيخلي عمليه الاكسجين والشريين تكون نظيفه رح يمنع انه الاش دي ال يوطى اللي هو البود كوليسترول ورح يخلي ال LDL ما يعلى اللي هو الباد كوليسترول. اذا كان انا جهاز التنفسي نضيف اذا كانت اكلي صحي وزدت عليه الاوميجا 3 رح شوف انه نشاطي رح ياثر كثير على تفكيري. هالقد هيدي كثير كثير مهمه كثير اساسي. للاشخاص يلي بيعانوا من مشاكل بالعيون من نشاف بالعيون كتير مهم ان نزيد الاوميجا 3 لانه هو بيشتغل على القرنيه بيشتغل على انه يكون في صحصحه يعني بتحس انه تقشعي اكثر كل شيء فيزيوال ما بيتاثر لانه هو من اقوى انواع مضادات الاكسده اللي ممكن ندخلها على جسمنا. اوكي يعني ناقصني اوميجا 3 هلا عم فهم منك من اول ما بلشت تعدد لهلا. اوكي انا بالنسبه لي هو مفروض يكون موجود بكل بيت مفروض نحن كاشخاص صغار وكبار نتناوله. نحن ناس بنتعب كثير بنسهر كثير في عنا مسؤوليات كثيره حتى تكوني انت عن جد قادره تعملي فوكس على كل مسؤولياتك انت لازم تاخذي الاوميجا 3. طيب اذا ما بدنا ناخذ بعرف انه في كثير ناس بياخذوه بيدول عادي في ناس بياخذوه بيلاقوه بالاكل هالشيء كافي ولا لا؟ هو كافي بس المشكل انه نحن المصدر تبعنا ما راح يكون دائما مصدر نظيف وخصوصا بالبحر الملوث. هو مصدره السمك موجود بالثوم موجود بالسمو موجود بالمكرو موجود بالسردين. الكميه اللي فيه كثير عاليه الامتصاص كثير عالي بس قد ايه ممكن تكون نسبه هالاسماك اللي عم نجيبها نظيفه حتى لو كانت معلبه بتكون نسبة أقل شوي صغيرة يعني بكون فيها نسبة أوميجا 3 عالية بس ما بتكون قد ما لما بتجيبيها فريش. أوكي وإذا جبتيها فريش عم تجيبيها ملوثة فالأحسن أنك تجيبيها معلبة للي ما بياكل سمك. أوكي. وللي خايف إنه ياكل سمك لأنه صار عندنا فوبيا نحن صح
خصوصا هلا بفتره الصيام نحن بنزيد كثير من نسبه انه ناكل قصص. طب الاشياء المفرزه شو رايك فيها؟ انا ماني ضد ابدا، برجع بقول اهم شيء المصدر، اذا المصدر نضيف ليش لا؟ ما في مشكلة. ما خلوا لنا مصدر نضيف صراحة بهالبلد، لا البحر ولا الشركات. على أمل، أنا بضل أقول إنه في أمل، أكيد رح يتحسن، ما رح يبقى كل شيء هيك. صح، هلا جايين على انتخابات كمان. كثير عم بحكي عن الانتخابات أنا، كثير عم بحكي عن الانتخابات أنا إنه أنا بقول لكل سياسة لازم تاخذ من هلا أوميجا 3 لتقدر تركز، لأنه شغلك مش بس بفترة الانتخابات، شغلك بعدين. فأهم شيء إذا من هلا بلشت تاخذ أوميجا 3 رح تعطينا نتيجة كثير أحلى بعد 6 أشهر. أوليك بدك الناس كمان تاخذ أوميجا 3 تتعرف مين تختار. تتعرف تركز. رح نحكي هلا عن جد عن مرحلة قد إيه أهم شيء، أهم مصدر للأوميجا 3 هو لما بتكون المرأة الحامل هي اللي عم تتناول الأوميجا 3. في كتير دراسات أكدت إنه نسبة الذكاء عم بتزيد من جيل لجيل. في كتير بيقولوا إنه نحنا صرنا فاضيين أكتر لأولادنا، في كتير بيقولوا إنه أنا بغذى ابني مزبوط. مزبوط، الغذاء كتير له تأثير. بس اللي ما بنعرفه إنه مصادر الحليب يلي نحنا عم ناخدها كارتيفيسيال او كمصنعه هي بتحتوي على ماده الاوميجا 3 بطريقه مدعمه. فعم نشوف انه اولادنا عم يربوا بطريقه، او عم نشوف فيهم نسبه ذكاء كثير عالي. كيف بتزيد نسبه الذكاء؟ كل ما نحن زدنا مصدر هالاوميجا 3 على اكلنا. والولد بهالايام ما بياكل او ما بيشرب غير حليب، فعنده من عمر اليوم لعمر السنتين نسبه دخول كمية أوميجا 3 كتير عالية. مفروض نحافظ عليها بعد عمر 3 سنين للأطفال يلي بيتوقفوا عن شرب الحليب. نحافظ عليها من خلال اختيارنا لزيوت مثل زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، زيت الزيتون، حتى الأفوكا. كل هالمأكولات بتحتوي على نسبة عالية، فكتير حلو إنه عود بنتي أو ابني إذا أكلوا مرة لمرتين بالجمعة أفوكا، إذا عودتهم على الخضرة النية يزيدوا شوية زيت يستفيدوا كمان من هالمصادر. أوكي، طبعاً يكون بس من السمك. اوكي جانين، بما انه عم نحكي عن السمك وهلا كثير من الناس يعني بصير اكثر انواع الاكل يلي بيتناولوها هي السمك، شو افضل طريقه لنعمل السمك؟ افضل طريقه فيه يكون مسلوق بمعنى بينعمل بان ماري، يعني ما بنضطر انه نحط له كثير زيوت لحتى نقليه ولحتى نحمره. سمك ما عنده مشكلة إذا تعرض لدرجة حرارة عالية. وفي أنواع من الأسماك أو في أسماك ممكن تتسبب بأذية للجسم بمعنى تسمم. كيف؟ فالسمك دايماً لازم يتجلد، لأنه نوع البكتيريا الموجود بداخله بتموت لما بيصير على درجة حرارة أقل من صفر. فأنا بفضل طريقة استعمالنا لسمك يكون نشتري سمك طازة، ما بناكله طازة، بنحطه بالفريزر بنجلده وبعد يومين ثلاثة فينا نرجع نستخدمه. هلأ في كتير رح يغلطوني ويقولوا لي رح نخسر من غذائه، بس نحن إذا خايفين نتسمم أو من تسمم حتى نتفادى مفروض إنه نجلده، لأنه درجة الحرارة كتير رح توطي ورح تقتل هالبكتيريا اللي ممكن تتسبب بأذيتنا. اوكي، بس انه يعني اللي بيصطادوا كل يوم بيروحوا دغري، هذا بيكون الغداء او العشاء؟ هلا ما بقى في اصطاد، ما بقى. لا بس بعد في كم محل في بتخون البحر مثلاً. البحر يلي عم تقلب ميته ما يكون تلوث. للي عم بيجيب فريش منه غلط انه يشوي، اكيد مش يقلي، لانه نحن اذا استفدنا من الاوميجا 3 الموجود بالسمك رح نستفيد منه اذا كان نشوى، بس اذا نقلى رح يتحول هالدهن من بولي او مولي مونو انساتوريتد فاتي اسيدز او دهون غير مشبعه لدهون مشبعه وتصير مضره. وتصير عم بتعلي ال LDL وتوطي من الاشتعال. اوكي طيب، واكيد في كثير انواع من السمك فيهم يعملوا سمكه مشويه، سمكه حره، في كتير توابل، في كتير أنواع من بيطلع معك كتير شفية، بتخيل بيحكوا كتير عن كيف فينا نحضرهم. فيهم يفوتوا على جوجل حيلا سايت صارفين يعطينا حيلا أبليكيشن. اللي أنا بدي أقوله للأشخاص اللي بيفكروا أنه زيت السمك هو ما بيفيد الكبد، بيضر، لأنه هاي مقولة كمان كتير غلط. في كتير أشخاص ممكن يتعرضوا لضرر بالكبد حتى هن لو ما بيشربوا الكول. يعني ما يفكر الشخص انه اذا هو بيشرب الكول هو عرضه انه يصير في عنده مشكلة شحوم على الكبد بس لانه بيشرب الكول، مش لانه نوعية اكله غلط. انا بقول لهم اذا زيتوا الاوميجا 3 على اكلهم
كتير حيحسنوا من وظيفة الكبد انه يعمل فلتراج مظبوط للدم، وبنفس الوقت ما بيتأثر. يعني اذا نحن اشخاص عنا تريجليسيريد عالي، عنا شحم او عظيمات الكبد عاليين لانه نحن اشخاص منحب ناكل كتير نشويات، اذا نحن ضفنا الاوميجا 3 رح منكون كتير منحسن من وظيفة الكبد. للاشخاص يلي عندهم ديبريسيون وبيعانوا من ديبريشن، هو مضاد للاكتئاب؟ نعم. ليه؟ لانه بمجرد ان نحسن وظيفة الدماغ ونخلي منها شريين الدم النظيفة يوصل كل الاسيد امينية، كل الاحماض الامينية اللي بحاجة لها، نحن رح منكون عم نخفف. فلكل شخص بقول انا مدبرس او عايش بديبريسيون او حاسس خد لك حبيبتي او منه عارف انه ممكن يفوت بديبريشن، مفروض انه يكون عم بيزيد كمية الاوميجا 3. ورح نحكي قد ايه لازم نتناول كل شخص. اوكي، اذا نحن عم نحكي عن الاطفال من 70 ل 120 ملي جرام باليوم كافيين انه يأمنوا نمو فكري وذهني، نمو بسيكوموتريسيتي للطفل، تخيل أي درجة هو بيشتغل حتى على أعضاء الجسم، بيقدوا من 70 ل 120 ملي جرام هني موجودين بالحليب اللي رح يشربه. يعني الولد يلي بيكون عمره سنة بياخد 3 أناني حليب، رح بيكونوا بكل أنين مأمن بين 40 و 60 ملي جرام، يعني رح يكون أمن بنهار تقريبا 150 ملي جرام. أوكي. للولاد يلي عمرهم بيتعدى سنتين مفروض يكونوا بلشوا ياخدوا من 150 ل 200 ميلي جرام من مادة الأوميجا 3. رح تكون هون نحن بلشنا ندخل البيض، السمك، الزيوت يلي بالطبخ رح يستفيد منها، بنفس الوقت بالحليب يلي رح يشربه. لا المرأة الحامل أو لا حيالة شخص مثلي ومثلك أو شاب مفروض يكون عم بيوصل على جسمه بين 350 و 500 ميلي جرام أوميجا 3 بالنهار. كيف؟ من الأكل. إذا مش من الأكل؟ إذا مش من الأكل رح ياخد فود سبلمنت أو متمم غذائي. أوكي. مفروض يكون عم بيأمن من المتمم الغذائي 1000 ميلي جرام. رح نحسب حساب انه رح يفوت على جسمه امتصاص بين 60 ل 70%، يعني بين 600 و 700 ملي جرام، والباقي رح يروح او بالخروج او بالبول. اوكي. فللي ما بيعرفوا عندهم بالبيت علب، شيء جايبه من برات لبنان وشيء جايبه من لبنان، زيت السمك فينا نوصل فيه للحبتين بالنهار او للحبه حسب قديش مكتوب جراماج على العلبه. اوكي. انت ما مفروض توصل اكثر من 1000 ملي جرام اسيفود سبلمنت او كمتمم غذائي على جسمك، وبتضيف عليه الاكلات اللي انت رح تكون عم تاكلها. اذا مش كل يوم اكلنا سمك فينا ناكل مره مرتين ثلاثه اربعه بالاسبوع، اذا مش كل يوم اكلنا زيت الزيتون فينا ناخذ على القليله مره لمرتين بالاسبوع افوكا. كل هول رح بيامنوا، حتى الجوز واللوز والقلوبات النيه رح بتكون مصدر لاوميجا 3 كثير عالي. في ناس كثير بيعانوا من مشاكل بالبشره، منا ديهايدريشن، منا جفاف، منا بيحسوا انه على المفاصل عم بتنشف. وممكن نروح عند الحكيم او طبيب والطبيب بيفحصها ويقول ويصنفها انها انواع من البسورياسيس. حتى تاكدت الدراسات انه الاوميجا 3 هو علاج للاشخاص اللي عندهم مشاكل بسورياسيس. فلهالدرجه هو مهم، ولهالدرجه لازم، ولهالدرجه بيعطي بحسن من وظيفه هالبشرة. طب ليه العالم هالقد تخاف منه اذا هالقد عنده فوائد ومنافع؟ اكيد عم خبرك برات تحت الهواء عن حكيم هلا كنت عم بسمعه على الراديو عم يسالوه اذا هو اذا هالنوع من الزيوت بياثر على تريجليسيريد او لا. كان جوابه باختصار انه لا ما بيوطي تريجليسيريد وما بيعمل شيء، جس نهي الموضوع. بينما هلا اذا نحن بنبرم العالم بنشوف انه ما في غير لبنان بعدهم الاطباء فيه بيشتغلوا بالادويه. عالميا نحن ما بنشتغل بالادويه، نحن بنشتغل بالمتمم الغذائي. ولهيك خلقت النيوتريسيون، ولهيك خلق اختصاصيه التغذيه اللي بعد وللاسف في كثير ما بيعترفوا بدورنا وبشغلنا، لانه نحن عم ناخذ وظيفه الادويه. لانه الدواء خلق ليساعد ناس كوتي، بس ما خلق ليساعد كل الناس. اكيد ممكن كثير اشخاص عندهم مشاكل كوليسترول وتريجليسيريد كثير ضعيفه وكثير قليله، لما يزوروا الطبيب هدفه او الطريقه الوحيده يلي ممكن يساعدهم فيها بيقول لهم خذوا الدواء
وكلوا يلي بدكم اياه، وهذا شيء كثير غلط لان هون عم يشتغل على النفسيه. انا لما نعلم هالشخص كل مزبوط ما تاكل هاي كل هاي، كون عم اقول له على المدى البعيد انه انت عن جد عم تعمل وقايه. وبنقدر نشوف هيدا ببروف. في كثير اشخاص ممكن يكون معدل الكوليسترول عندهم 260 و280 من دون دواء قدرنا نخفضه لل 200 ومع اوميجا 3 نزل عن ال 200، تخيلي لاي درجه. هي كثير مهمه وكثير اساسيه انه دائما حتى مثل ما بنعرف ننقي مصدر لاكلاتنا يكون نظيف، ننقي مصدر للطبيب اللي بدنا نروح لعنده انه يكون عنده ضمير، عنده ضمير ما عم بيتاجر فينا بنفس الوقت مش عم بيسوق عنده ثقافه لانه كثير مهمه. كثير مهم انه يكون طبيبنا مثقف، وإذا سألته سؤال ما يقلي ما بيعمل، لأنه أنا ما بتخيل إنه كل هالدراسات وكل هالعالم، هالعالم أجمع يلي عم يشتغل وعم يتعلم عم يخلق هالأمور بس لأنه بده يبيع، لأنه تجار. طب جنين بقى نفتحنا هيك أنترانتاز حديث تاني، المتمم الغذائي شو شغلته بحياة الإنسان؟ أنا بنعرف إنه في كتير ناس بيشتغلوا على هالموضوع وبياخذوا متمم غذائي، شو بيساعد؟ شو اللي بيعمل؟ له دور كثير مهم. في كثير اشخاص ما عم يتغذوا مزبوط من وراء دائما بنحكي عن نفس الخبريه، سرعه الحياه اللي نحن موجوده عنها بتخلينا ما نأمن لا لجسمنا ولا لبيوتنا اكلات صحيه. فنحن عرضه لمشاكل صحيه كثير كبيره. خلق المتمم الغذائي لا انا ما قادره اعمل سمك لانه بالمكتب ما فيني طلع ريحه، هيدي حجه حدا من البيشنتس او المرضى يلي بيجوا. بلاقي له بديل، بقول له طب انا بقول لك كل مره بجمعه يلي هي الاحد وبقيه الجمعه امن على جسمك من هالاوميجا 3، هالمتمم الغذائي رح يكون عم بيكفي، عم يعمل ريكفرينج للي انت عم تخسره خلال فتره الاسبوع. اوكي هيدا كوتي. في كثير اشخاص بياكلوا بس ما بياكلوا فواكه، كيف فينا نعوض الفركتوز او كميه السكر؟ هن بيعوضوها بالحلو. والحلو منضاف له مواد دهنيه، منضاف له عدد سعرات حراريه كثير عاليه. لحتى عوض هالفركتوز اللي من خلاله انا رح اخذ فيتامين اي، فيتامين سي، فيتامين اي، كل المضادات الاكسده، بقول لهم خذوا مضاد للاكسده، بيحميكم، بيحمي بشرتكم، بيحمي العيون، بيحمي الشعر، بيحمي كل شيء. فليش انا لا ضلني مخبايه؟ او حتى الفواكه عندنا في محلات عم نشتريها ما عم تكون نظيفه. صح، في ناس عم تخاف تاكل وفواكه، صار خوفنا من شو بدنا ناكل او شو بدنا نشتري على بيوتنا عم يطغي على نحن كيف لازم ناكل بطريقه صحيه. صح صح جنين، لانه اليوم يعني الوضع كلنا بنعرف انه سهل البقاع بفتره من الفترات وبعده عم ينسقى من ميه مجرير. مزبوط. وبشاهد كمان كانت معنا بالاستوديو من وزاره الشؤون بنوجهلها تحيه كمان، كانت عم تخبرنا انه طلعوا لفوق ولقيوا انه هالسهل عم ينسقى من ميه مجرير. يعني اليوم اذا هالسهل اللي بوزع بعتقد على كل لبنان مضروب، لكن نحن شو عم بيصلنا على بيتنا؟ بدي شغله، مشكله كل لبناني مش تنحطها على غيرنا، هي انه نحن ناس ماديه. شو ما كانت وظيفتنا وشو ما كان البوست تبعنا، نحن ناس ماديه وبهمنا نربح بطريقه كثير سريعه. صح. ما بهمنا نحافظ على صحتنا، لانه مثل ما هو المزارع عم يسقي مية مجرير ما انه عارف انه هو اسرع من حدا عم يستهلك المواد اللي عم يبيعنا، هي رح يمرض. صح. لو بفكر هو انه حيمرض قبلنا ما كان عم يعمل شيء. صح 100%. بدي اقول اخر شيء للامات، للي عندهم بالبيت صبيان او بنات بيتشكوا كثير اهل المدرسه انه كثير هايبر اكتيف، انه سلوكه مش حلو، بيعانوا من اجريسيفيتي مع اخواتهم مع اولادهم. اللي انا بنصحهم فيه لما بتزوري اختصاصيه التغذيه وعم تعطيكي كل هالمعلومات استفيدي منها. الأوميجا 3 رح يشتغل انه يخفف، انه يخفف كثير من الاجريسيفيتي، من العدوانيه، رح يخفف كثير من الهايبر اكتيفيتي، ورح يخفف وطئه هالولد انه يضل معجوق، حيخليه يركز اكثر. فانا بنصح من هو وصغير تسال البيدياتر وما تخاف انه رح يفتح له ابليته او رح يصير عرضه لبدانه او لسمنه، بالعكس رح يساعدها كثير بالدرس، بالتعامل مع اخواته، مع عائلته، مع اصحابه، انه يخفف من هالعدوانيه. فمنه غلط انك تدخليه على اكلك. حلو حلو، لكن كثير مهم انه يكون عندنا اوميجا 3 بالبيت يوميا، نكون عم ناخذ الكوانتيتي اللي لازم ناخذها يقلع جسمنا. ومثل ما قلت في عندنا كثير
سايد افكتس للسمك اللي عم من وين ما كنا عم نجيبه، عم بيكون اذا كان سمك طازه مشكله، واذا كان مجلد يمكن اضمن شوي من هيداك الفري. بس ما بعرف قد ايه الانسان بعد او اللبناني بعد بيتحمل، يعني بعد في صحته من ضربته ولا عم يضربوا له اياها، يعني غير انه اقتصاد وبلد منزوع والى ما هنالك، في بارت حقها على صحة على المواطن، في بارت حقها على المسؤولين، والمسؤولين هن فتحوا مجال للكل. انا عم بحكي بس مش سياسي، انا اللي عم اقوله انه دائما الكبير هو بيفتح مجال للصغير، فاذا هالكبير فتح المجال الصغير ما راح يعرف يرجع يسكره. صح، مثل الموضوع اللي راح بعد اقوله هو عن الفام انسانت او المراه الحامل، اذا امنت لابنها بفترة الحمل أخذت الفيتامينات اللي بيعطيها إياهم الدكتور مظبوط، أكلت بطريقة منتظمة، مرقت على القليلة مرة لمرتين بالجمعة سمك، دخلت زيت زيتون عني، خففت كتير المقالة، واتبعت نظام غذائي ما أخذت فيه أكتر من 11 ل 15 كيلو. بهيدي الفترة بالذات لما بيخلق الولد رح بتشوف إنه كمية الأوميجا 3 اللي قدمت له إياها من خلال حملة رح تقدمها من خلال الألتما أو الرضاعة، رح بتخلي تناغم بين عيونه وإيديه كتير أسرع. فمنشوف إنه في عن جد أولاد كتير أكتف لأنه مأمنهم كمية أوميجا 3 كتير عالية، وفي أولاد بيقولوا نقول عنهم سطلين حتى لدرجة إنه ما عندهم أي رياكشن حتى لو كانوا صغار. فكتير كتير مهم هاللينك، إذا وصلنا الأمور ببعضها منشوف إنه من يومه من هو ببطننا ومن يوم صفر لا يصير عمره 100 سنة هو دايما بحاجة انه يكون مرفق من امه من عائلته من طبيبه من اختصاصه ليفسر له ويوضح له. حلو، يعطيكي الف عافية، مرسي على المعلومات اليوم اللي ضروري الكل يكون استفاد منها. كلمة اخيرة بدي اقول للاشخاص اللي عندهم مشاكل روماتيزم، للي بيعانوا من كتير مشاكل صحية، اللي عندهم سمنة وبدانة، كتير مهم انه يرجعوا على التراك، يرجعوا على السكة ويعرفوا انه كل يوم هو قرار، كل يوم لازم ياخدوا القرار لانه صحتنا اهم شيء. صحتكم بتبني لانه. شكرا لك جنين عواد، لهون بتكون وصلت حلقتنا للختام، بكره حلقة جديدة، مرسي لكل يلي عم يتابعونا ويتواصلوا معنا عبر فيسبوك بيج قصادة تي في، لكل اسئلتكم يلي بتحبوا تطرحوها على جنين ابعتوا لنا اياها على فيسبوك بيج قصادة تي في ونحن بننقل اياها بحلقة لاحقة. بكره الله رات حلقة جديدة، مرسي لهاريس بلو فلا بيوتي لاونج، الى اللقاء.